عملنا توتة نينة مع الراحلة الجميلة ماما كريمة مختار، وكتب وقعد معاها وهي بتسجل، وسجلنا في بيتها، يعني سجلنا الصوت في بيتها، واتعملت عملها اتعملت كرتون. يعني للاسف القنوات ما بتعرضش الحاجات دي، يعني ازاي عمل زي ده. وبعدين عملناها كمان فصحى، المنتج قال دي تتعمل لازم نعملها فصحى عشان تتباع في الدول العربية. طيب يبقى احنا هنشوف دلوقتي الجزء الكرتوني ماما كريمة مختار، لماما كريمة مختار، بعد كده هنشوفها في الفيديو وهي بتسجل بقى. يا الله. ايوه اكبري وشبي ورعرعي على اقل من مهلك، يا اجمل زهرة في كل الزهور اللي في الدنيا. فاكرة لما كنت لسه حباية نونو نونو؟ وفاكرة كمان لما كنت كل يوم أسقيكي وأسقيكي؟ ياه أيام وليالي، أيام وليالي. إنه خجلان، إنه خجلان جدا. النسر يهمس إليه بهدوء وهو يكتم ضحكته. النسر ينظر إليه بهدوء ويقول له: ولا يهمك يا صديقي الأسد المسكين، ولا يهمك يا صديقي الأسد المسكين، خذ بنصيحتي فنحن ملوك يداري كل منا على زميله الملك. ولا يهمك يا صديقي الأسد المسكين يداري كل منا على زميله الملك. أولا تحية كبيرة للعظيمة العظيمة كريمة مختار، اللي يعني اعتقد بروديوسر او مساعدة مخرج بتقول لها الجمل بتقراها، انما هي بادائها بتديلها حجم ومعنى عظيم، كله عظيم. الله يرحمها. وكان برضو العلاقه بينها وبين شوقي كانت حميمه جدا، وكان ياخد رايها في حاجات وتكلمه وتسال عليه وتسال عليا وعلى سما. الحقيقه الناس دي مش هتتعوض. يعني شوقي كان دايما يقول لي ان الناس اللي كان ممكن تسال عليكي لما انا امشي مشيت. يعني بجد فاروق الفيشاوي يعني كان برضو حاجة جميلة جدا، يعني كان بيحب شوقي. مرة في التكريم بتاع شوقي كانت العزيزة إيناس عبد الدايم عاملة له تكريم في مسرح الدولة، وبعدين كلمت فاروق وقلت له شوقي هيتكرم، جه من اسكندرية، يعني هو كان في الساحل لبس برضو هجيب لك وجي جري عشان يقول اعظم شاعر شفته انا وقعد يحكي قد ايه كانوا جنب بعض، وقد ايه شوقي في اول بابا عبده، شوقي هو اللي كان جنب فاروق. اللبس بقى وهنعمل وهنسوي وبتاع وحاجات كده. فاروق الفيشاوي جدع و جميل جميل. لا الناس الجميله، بس انا اقول حاجه، المحبه بتمتد، يعني يمكن الاشخاص يتغيروا بس اللي عاملوا الدنيا بحب بيظل ممتد في اجيال مختلفه. طبعا فيكي، في بنته، في ابنه الاكبر. طبعا يعني بالتاكيد نديم شوقي حجاب، واولاده سليم وعلي وزوجته كمان كلهم يعني نديم ونانا بيشتغلوا في عقل الأطفال برضو.